قالوا السلام اتفضل. عليكم استاذ وليد. وعليكم السلام سيادة السلام المعلم، اتفضل. عليكم، ان شاء الله بخير وعافية. حياك الله، اتفضل. وصل من الكلام يوم امس، يعني انتهينا من الآية الثانية، بقت الآية الثالثة إذا ايوه صحيح تتذكرها. صحيح، اهم حاجة حضرتك انت، عشان في ناس ياما ما سمعتكش امبارح، هل حضرتك اقتنعت وأحصيناه في إمام مبين أن كلمة إمام هي اللوح المحفوظ؟ لا هسه احنا كلامنا مو على الامام المبين، بس هاي ضمن مرادفاته، يعني ما المرادفات يوم يدعو كل اناس بامامهم فمن اوتي كتابه بيمينه، فصار على انه قول الكتاب هنا يفسر هذه. بس انت اذا عرف اقريت هذا امبارح، راح نرجع. اقريت امبارح واحصيناه في امام مبين هو الكتاب، لا ما والايه هو الاخرى، بس والايه اسمح الاخرى استاذ يوم ندعو أستاذ كل وليد، خلينا اناس نختم بامامهم. حضرتك اقريت امبارح ان كلمه امامهم هي الكتاب. شيخ العزيز، خلينا أوضح لك فد مسألة. بالنسبة للآيات التي ذكرت في القرآن اللي رديف إلى هذه الآية، مثلا وكل شيء أحصيناه كتابا وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، نعم وإن تشابه اللفظ، إلا أنه نعم هنالك كتاب له إحصاء، وطبعا الكتاب احنا يتبادر لذهننا القرطاس، بس هو ربما بعلم الله لا نعلمه الصيغه مالته. وهنالك ايضا كل شيء احصيناه بامام مبين، حتى كلمه الامام ربما ما تنطق على بشر، انا مش عايز وربما تنطق ربما، على انا ملك على معلش الروح. انا مش عايز ربما وربما ربما وربما، انا مش عايزها. احنا ناس نعتقد بعقيدة المفروض صحيحة، فالمفروض ان العقيدة الصحيحة دي عقيدة راسخة وليس لها الا معنى واحد. ما له علاقة بالعقيدة هذه. اسمعني هذا بس، الله يبارك اسمحني عمرك، شيخي اسمعني الله. يعني هو عزيزي، خلينا الاعتقاد نكمل بالامام فكرة. ليست عقيدة؟ الاعتقاد بوجود امام الان ليست عقيدة؟ يا عزيزي عزيزي انت لا الله تقول لي يبارك في عمرك، هالشكل، انا بص، ما انا راح عايز انهي تعطل، المساله عشان الاخوه ما سمعوش ما راح امبارح تعطل، لما البث قطع. ننهيها بحاجه واحده، ويوم ندعو كل اناس بامامهم، صح؟ ايه من 1300 سنه الى الان في اناس، صح؟ ايه صح المفروض ان يكون ليهم امام حسب مدعاك، صح؟ ايه أنت قلت أن الإمام أمس، وأنت الذي ذكرت كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما قلت إنما جعل الإمام ليؤتم به، فأنا رديت عليك وقلت لك الإمام إذا لابد أن يؤتم به، صح؟ صح جميل أوي. عندنا 1300 سنة، وفي 1300 سنة دول في أناس، في أقوام، في بشر، تمام. من هو إمامهم؟ إمام الحجة الغائب. يا راجل يا طيب، يا راجل يا طيب، والله ربنا هيسألك إزاي إيه والله بنأتمن يسألني، بالحجة دلوقتي، إزاي نأتمن بالحجة دلوقتي؟ والله يسألني وأجاوبه أيوة، جواب إزاي منطقي. هنأتمن بالحجة دلوقتي؟ الاهتمام مو بالضرورة، أنت ترى يا باشا ازاي، انا نفسي افهمها، ازاي سنأتم بالحجة دلوقتي عشان لما ربنا يسألنا نقول له امامنا ده؟ هذا العادي. الآية شو تفسرها؟ يعني هو امام سوري؟ سؤال، امام سوري؟ لا الآية شو تفسرها؟ الآية الكتاب تفسرها؟ يعني يوم يدعو كل ناس بإمامهم تفسر الكتاب؟ انا دلوقتي سيبك من الكتاب، انا مشيت معاك على انه امام واحد، بشر، بشري، انسان بشري. انا لما اروح يوم القيامه، احنا اناس مجموعه بقى لنا 1300 سنه، مجموعه بشر، ناس، ناس حيت وناس ماتت، حيت وناس ماتت كتير جدا. فلما نروح يوم القيامه ربنا هيقول لنا مين الامام بتاعكم؟ فالشيعه يقولوا له الامام بتاعنا المهدي، جميل. والسنه بس هيقولوا، موالد اسمعني بس، اسمعني واحد واحد، الشيعه يقولوا امامنا المهدي، والسنه هيقول ما كانش فيه امام. هل بذلك السنه كذبوا؟ بوم، اثنين بوم، شنو ثلاثة بوم؟ ما بوم، اقول لك كذبوا، انا ما الفظ كذبوا، بس انا أربعة جاي اقول بوم، لك مو امام راح تقول لي كتاب. يلا خمسة فسر بوم، لي، هاي الامه كلها تدعي بكتابهم؟ ستة تعدد بوم. الكتب هذه، ما فيش إجابة،
معك انا حيوان؟ دلوقتي ربي معك كتاب؟ هيسالني، انا ربي هيسالني دلوقتي، ربي هيسالني يوم القيامه ويقول لي يا انت ولي هرم من اسماعيل، الآية اسمعني انت بس، هرم ويقول لي يا من ولي الآية اسمعيل انتهيت الآية ويندهني. الثالثة تهرم تمام، تهرم انا ما اقول لي يا نوصل ولي النتيجة اسماعيل انا كنت من تهرم بقى. امامك؟ اقول له ما كانش فيه امام. هل كان انا اخطات؟ السبعة هاي انت تعرف تكليفك الشرعي يا الله، نجي للآية يا الثالثة سيادة المعمم بقى مش هينفع كده يا سيادة الآية المعمم، ما والله ما نوصل ينفع يا النتيجة سيادة الآية المعمم، الثالثة الآية الثالثة الآية والله ما الثالثة ينفع يا سيادة الآية المعمم، الثالثة والله ما ينفع، انتوا بتضلوا ناس كتير ليش والله يا سيادة المعمم، والله لا بتضلوا عزيزي ناس لا كتير. الآية مخبوط يا انت على سيادة المعمم مزاجك انت امس انت الذي قلت ان الامام، لما قلت لك عرف لي معنى الامام في الايه قلت ايه الذي ولا يؤتم زال به، قلت الذي يؤتم احسن به صح؟ ايه صحيح طب ايه انا دلوقتي 1300 سنه، من هو الامام الذي نأتم به؟ بوم اتنين، بوم انت هاي قياساتك، ثلاثة، بوم هاي قياساتك ترى هاي القياسات، هاي أربعة، بوم قياسات مو بالشريعة، خمسة، لا بوم. أربعة ولا عشرة، هاي قياساتك مو بالشريعة، هذا مو إزاي قياسك مو بالشريعة قياساتي؟ على أنت كلها. بتقول أنا يعني سألتك عن احنا آية، الآن لما احنا أنت الآن حضرتك نيت طرحت الآية، الآن نيت لما لا حضرتك طرحت الآن الآية يا سيادة المعمم، احنا لما الآن حضرتك نيت طرحت الآن الآية نيت عند رسول قلت الله لك ما المقصود اسمح لي بكلمة إمام في الآية، الآن قلت الذي يؤتم به. دلوقتي بتقول لي نيت قياساتك بالقرآن باطلة. لا تقيس لا تقيس، لا نهتم برسول الله لو ما نهتم برسول الله، نهتم بالقرآن لو ما نهتم بالقرآن، يعني أنا شرط الله يشوفه ويشوفني، أنت جاي تقصد على إمام الصلاة، إمام الصلاة وحد، أنا أهتم ما به إمام سألتك عن الصلاة إمام وحد، الصلاة، أنا سألتك عن الإمام أنت اللي تقول لي موجود في شرط الله الآية. يهتم به لازم يا سيادة المعمم، أشوفه، على أنا كل حال سألتك عن الإمام. عفوا طب خلاص، انسى اللي فات وخلينا نبدأ من جديد. وبلاش نتكلم في الماضي. تمام؟ نبدأ من جديد. بما نتكلم؟ كلمة بما اسمعني، نتكلم؟ ويوم ندعو كل أناس بإمامهم، ما معنى الإمام اللي موجودة في الآية؟ أولا نجي إذا الآية تشترط كل الناس لهم إمام. أنا ما سألتك عن الاشتراط اللي في الآية، أنا سألتك ما معنى الإمام الذي موجود في مو الآية؟ أنت سألتني غير فسرت الآية، الآية فسرها حتى نعرف الإمام تقصد الكتاب، الإمام ماذا أنا يقصد؟ ما ملك، سألتك، أنا يقصد بسألك جن؟ دلوقتي شخصك أنت كشخص كمعمم، ما معنى كلمة الإمام اللي موجودة في الآية؟ يوم ندعو كل أناس بإمامهم، ما معنى كلمة الإمام اللي موجودة في الآية؟ هذه الآية من آدم إلى يوم يبعثون إلها لا حول مصداق، ولا قوة إلا مو بالله. بس على مو بس على رسول الله. أنا ما سألتك، هل أنا أسألك قلت لك هي بس على رسول الله؟ يعني أنا سألتك قلت لك هي على مين؟ أنا سألتك ما المقصود بكلمة إمام اللي موجودة في الآية؟ ما المقصود بكلمة الإمام؟ المقصود يوم المقصود ندعو كل المقصود أناس يوم بإمامهم. المقصود يوم المقصود يوم القيامة، يوم القيامة كل فئة أنا ما عمرية سألتك يوم القيامة ولا عاشت في الدنيا؟ هو أنا سألتك قلت لك هي الآية تقصد يوم القيامة أم في الدنيا؟ أو سألتك قلت لك طبعا ربنا هيسألنا يوم القيامة تقصد ولا هيسألنا في الدنيا؟ هي لا، الآية أنا تقصد القيامة بسألك على كلمة الإمام اللي موجودة في الآية، ما معنى كلمة الإمام اللي موجودة في الآية؟ إيه معناها؟ يعني انت على مزاجك انت لو على القرآن يا باشا أنا قلت لك على يوم مزاجي، ده أنا ندعو اللي بسألك، أنت اللي جاوب بقى. أنت جاوب على ليش ما مزاجك تخيل أنت. اجاوب يا اخي؟ ليش ما تخيل اجاوب؟ لا حول ولا قوة شنو إلا بالله، وأنا قلت لك ما تجاوبش. هاي قوة جاي الآية الكريمة قالت يوم ندعو كل أناس بإمامهم، الظاهر هنا دعوة إلى يوم القيامة وليس الدعوة الدنيوية، ندعو كل أناس بإمامهم، خلينا نشوف هاي إمامهم المقصود منو إمامهم؟ هنالك إذن لكل فئة عمرية الإنسان من يعيش أكو إمام يأتم به، لربما المئة سنة يعيش بها غير كل قوم لهم إمام يأتمون به، هسه الإمام مر الكتاب، مر الإمام ملك، مر الإمام نبي، هنا الآية إنه بأجل المصادق، على ما يطبقها؟ أنت تقول على أشخاص ما يطبقون، لأن صار 1300 سنة ماكو، أقول لك يعني طيب، ماشي ماشي، نطبقها على يعني الكتاب؟ اسمعني بس اسمعني، خلينا نطبقها على الكتاب، يعني اسمعني خلينا نكمل، خلينا ماشي نكمل، واحدة واحدة، خلينا نكمل، يعني حضرتك دلوقتي خلينا بتقول نكمل ممكن فكرة إمامهم هنا يبقى الكتاب، وممكن يبقى السلطان، وممكن يكون إمام بتاعهم دلوقتي، وممكن يبقى الرئيس، ما حتى وممكن نشوف الآية وممكن. إيه إذا مصادق الآية، لها يبقى مصادق إذا حضرتك أنت بتقول إن الآية ليست خاصة بالأئمة الاثني عشر، انتهت القصة، شفت يعني الشغل. أنا قلت لك خاصة بالأئمة؟ أنا ما قلت لك خاصة بالأئمة، خلاص طيب، أنا قلت أمال لك أنت جاي الآية، تقولها لي ليه أساسا طيب؟ الآية إلها مصادق متعددة من ضمن مصادق يعني أنا الآية ذكرتك من عندك ضمن أنت يا مصادق سيادة المعمم، أحدد سؤالي أهو وأحطه ما بين قوسين، هل هذه الآية تنطبق على الأئمة الاثني عشر؟
نعم لا أبو زياد، ليش هي في زمن نوح موجودين 12 يا باشا، إمام أنا ما في سألتك زمن عن هود؟ زمن نوح، أنا ما سألتك عن ما زمن هي نوح ولا سألتك عن زمن النبي الآية صلى الله عامة، عليه وسلم. الآية فأنا عامة، عايزك تجاوب الشيعة الآن يا سيادة المعلم، عايزك تجاوب الشيعة الآن، الآية عامة، هل هذه الآية تنطبق على الاثنى عشر إمام عندكم؟ نعم لا. أبو زياد، هاي الآية عامة حتى موجودة بالتوراة والإنجيل، لا يعني حول هاي ولا قوة قيامية، إلا بالله. قيامية هاي الآية، يا الآية ماشي، هي قيامية. ماشي، أنا ما بكلمكش، أنا مش بكلمك، مع إن أساسا الآية حتى في تفسيركم جيد كمان إمامهم هنا الكتاب، إمامهم جيد هنا جيد الكتاب، جيد تمام، هذه، لا 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 لكل لا أمة لا كتاب ماكو وإمامهم ما هنا الكتاب. لا اسمعني بس يا ماكو أستاذ، تفاصيل، ماكو يا تفاصيل، أستاذ ماكو تفاصيل لأنه هي الكتاب يا أستاذ يا أستاذ من ضمن مصادقها، من يا ضمن أستاذ مصادقها. يا أستاذ يا أستاذ، كم يوم ندعو كل أناس بإمامهم، ففسرت كلمة إمامهم بالكتاب، يعني كل أمة ستأتي إن كان لها كتاب تدعى به، خلاص. طب ما إيه قال اللي أم علماء لا الكلمة؟ أناس، لا ما قال، صحيح، ما خليني قال، أكمل، خليني أكمل بس للناس. طب إيه الدليل على كده؟ تكملة الآية، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابه. يبقى هنا الآية دي، وبعتها الآية دي يا أستاذ وبعتها لا حول ولا قوة إلا بالله، مش هخلينا نكمل، أهي الآية، أنا ما بخترعش قرآن من عندي. أي يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه، الصاد هنا يعني صل، يعني ما تقفش هنا، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه، طب هنا جت فيها من أوتي كتابه بيمينه ليه؟ تمام. طيب لو احنا قلنا ان احنا سندعى بامامهم، يبقى لابد ان يكون لنا امام حسب كلامك انت، يعني احنا اهل السنه والجماعه بنقول امامهم يعني الكتاب، انت بقى حضرتك بتقول لا، لكل امه لابد للامام. طبقنا الكلام ده على الوقت اللي احنا فيه دلوقتي، ما طلعش فيه امام، ما تروحليش بقى لسيدنا نوح، لان لو افترضنا ان الايه تتكلم عن الامام فهنروح لسيدنا نوح هنلاقيه موجود إمام، هنروح لسيدنا لوط هنلاقيه موجود، يعني الله عز وجل يأتي بقوم لوط بإمامهم يعني لوط، ده كلامك أنت، ويأتي بقوم النبي صلى الله عليه وسلم بإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم، يأتي لقوم يونس يبقى سيدنا يونس، لكن أنتوا الإشكالية كلها أنكم قلتم أن هذه الآية تنطبق على الأئمة الاثنى عشر، فلما حبينا نطبقها على الأئمة الاثنى عشر ما وجدنا لها تطبيق، ما وجدنا لها تطبيق، يبقى عندنا مرحلة عمرية 1300 سنة ليس لهم إمام، فلما يجي ربنا يدعونا بالإمام بتاعنا هنقول له يا رب ما عندناش، ما عندناش إمام، بس قصة بسيطة يا سيدنا محمد. اتفضل كملت؟ كملت نعم، جيد، جزاك خش الله في خير، الآية جزاك. الثالثة بقى أحسن على طول، الله يبارك في عمرك عشان ما نطولش في الآية دي. الآية الثانية عفوا، خش في الآية اللي بعدها. اللي بعد، في آخر سورة الرعد، في آخر سورة الرعد الآية 42، ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. هنا في هذه الآية الكريمة الله عز وجل يقول للنبي على انه كن شهيد، قل لهم بانك شهيد بيني وبينهم والله تعالى، واكو بعض الشخصيه ثالثه سماها عنده علم الكتاب. هذا علم الكتاب، هاي الشخصيه لها مصداق على ارض الواقع؟ ومن هذه الشخصيه؟ جميل. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، صح؟ ويقول الذين كفروا لست مرسلا، يعني انت مش نبي، صح الكلام ده؟ صح. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، صح؟ صح تمام. ومن عنده علم الكتاب، لو افترضنا هنا الافتراض اللي انت حضرتك عايز تقول، لو افترضنا ان علي بن ابي طالب هو من عنده علم الكتاب، ماشي؟ نعم يا باشا، انا ما بفترضكش انت لو سمحت، انا بتكلم على ما يقول الشيعة. بلي بلي تمام، بلي جزاك الله خير، انا ايوه واضح واضح، الله يبارك في عمرك، انا دلوقتي بخاطب الشيعة بيقولوا ايه، تعالى الله 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 يحفظك، ماشي. الشيعة بيقولوا ومن عنده علم الكتاب هو علي بن ابي طالب،
هو علي بن أبي طالب. نعم. طب جميل أوي يا أخوانا، الناس دي أساسا شافت الرسول قدامها وقالت له أنت مش مرسل، أنت مش مرسل، يعني أنت مش رسول. فالنبي صلى الله عليه وسلم بتاع الشيعة، بتاع الشيعة بكل بلاها، بكل بلاها وبكل أصناف الغباء، أم قايل لهم إيه؟ لا والله، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. أم جاب علي بن أبي طالب من ظهره وقال له تفضل يا عم، ده احنا بنقول لك أنت مش رسول، تجيب لنا واحد مسلم وتقول لنا تفضله؟ يا عم ده احنا لا نؤمن بك أساسا، تجيب لي ابن عمك وتقول لي تفضل؟ أهو ده شهيد ما بيني وما بينك. ومن عنده علم الكتاب، أي من عنده علم الكتب السابقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر فيها، يعني اسم النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيها وبشرت الكتب أن هناك يأتي رسولا من بعد يأتي اسمه أحمد، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. يا جماعة والله العظيم أنا بخاطب العقول يا جماعة الخير، ده هم مش معترفين أساسا بالنبي، فالنبي يقول لهم كفى بالله، كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، يروح جايب علي بن أبي طالب. هنعمل إيه بعلي بن أبي طالب؟ أنا لو كافر قدامه، لو أنا اللي بقول الكلام ده، لو أنا الكافر اللي قدامه، معلش يعني مع احترامي طبعا نبينا غير نبيكم زي ما أنتوا قلتوا، هقول له أنت بتستهبل، هقول له أنت بتستهبل، أسكن أنا مش بعترف بيك أساسا، أنا مش معترف بيك أساسا، تروح تجيب لي ابن عمك وتقول لي إن الراجل ده ابن عمي ده شهيد بيني وبينكم، ده أنا مش معترف بيك أساسا، يعني أنا مش معترف بيك كنبي ولا كرسول، تروح تجيب لي ابن عمك وتقول لي لا والله ده شهيد ما بيني وما بينكم؟ يا عم روح أنت وهو الشهادة بتاعتكم. يا أخوانا ما تضحكوش الناس علينا، ما تضحكوش الناس علينا، ما تضحكوش الناس علينا، ما تضحكوش الناس علينا. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. تفضل. احسنت استاذ ولي. طيب بقى عندي سؤال، عندي سؤال اخير. تفضل. اذا 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 صدرك يسعني ان احشي فيها، في سوره الروم، في سوره الروم قوله تعالى ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. أنا إلهمني بهاي الآية، أدرف ما معنى بهذه الآية المودة وما معنى الرحمة. المودة والرحمة، المودة اللي هي الألفة، اللي هي التآلف بينه وبين من جعلها زوجة لي أو من جعلها زوج لها، دي المودة. والرحمة طبعا معروفة مش محتاجة شرح. الأولاد يعني؟ لا مش شرط الأولاد. زين، هاي الآية لها مصادق على أرض الواقع أو أفضل من مصادقها؟ ما فيش مشكلة، يعني أنت عايز تخليها أولاد تحتمل ماشي، تحتمل اللي يحتمل ماشي، ما جاي. فيش مشكلة، لكن لا تقيدها. إذا عرفنا هذا اسمعني بس، جاي أحسنت أحسنت، لا تقيدها، يعني ممكن تحتمل، ممكن تحتمل، لكن لا تقيدها. جزاك الله خير الجزاء، صحيح. طب نجي إذا أخذ من مصادقها، إذا تطبقها هذه، إذا تطبقها على على الصالحات، طبعا مريم ما تشملها، ليش؟ لانه مريم بدون فحل. على آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون معروف، خلينا نطبقها على خديجه ورسول الله، رسول الله عنده ذريه صارت من خديجه من غير نساء، صارت عنده ذريه؟ اذا ما صارت من غير نساء، النساء تزوج اكثر من 9 نساء، شنو السر؟ وكل سبب، كل شيء له سبب، شنو السبب الله عز وجل ما يجعل لبقيه نسائه ذرية من أولاده؟ لماذا؟ شنو السبب؟ مع العلم إنه خلفاً وبين عدتن أولاد، مثل أم سلمة عتها خلفة، أم حبيب عتها خلفة، حتى بالله هذه سودة بالزمعة كبيرة بالسن ما عتها خلفة، أو عتها خلفة بس كبيرة. لماذا الله عز وجل أخير شيء يقول له وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وأمرأة أيوة، لماذا هذا السند يعني أكثر؟ معلش معلش.
بعد كل ده انت عايز تسأل سؤال، قول حطه لي كده أزعف بجملة السبب مفيدة. لماذا الله عز وجل، لماذا الله عز وجل لم يولي لنبي؟ شنو السبب النبي يتزوج أكثر من زوج؟ شنو السر؟ يعني فراش مثلا ذرية يعرف ما تصير لو يتزوج نساء الأرض كلها ما تصير له خلفه، لو كل نساء الأرض الله قال له بعد ولا يعجبك غيرهن ولا تستبدل بهن، لماذا النبي هاي يعني انت عايز الزيجان تسأل، معلش يعني انت عايز تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ليه اتجوز اكتر من امرأة؟ ايش العله؟ يعني اللي يتجوز اكتر من امرأة النبي بالذات العله اذا يتي ما يكون جار. بص هناك بعض العلماء، هناك بعض العلماء من قال للقرابة، يعني ايه للتقرب الى فلان او الى علان او 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 تقارب الاعراف مع بعضها او تقارب القبائل مع بعضها، ولكن كل ديت العلماء اللي حطوها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال حبب لي من الدنيا النساء والله عز وجل اباح له النساء، خاصة قصة بس. يعني هاي النبي التقديس له والكرام والمهيبه حبه الى الدنيا من النساء، وما فيش ما فيش اي مشكله يا اخي، مش في الحلال. لا هاي ما واحد ما اتجوز، يعني معلش معلش، واحد اتجوز اربعه في الحلال، اسمعني بس، واحد حب اربعه وفي الحلال واتجوزهم ده يعاب؟ يختلف عن النبي؟ النبي يا لا باشا ما النبي تقولش يختلف عن النبي، هل ده يختلف؟ يعاب؟ لا النبي يعاب. لا شوف خلني اقول لك، سؤال سيدنا ابو يعاب بكر يا استاذ الفاضل يعاب؟ لا خلني اقول لك، خلني اقول لك الشيخ ما ولي، خلاص الشيخ ولي. يبقى خلاص خلصنا كده، ندخل بقى في الخمس الله يبارك في عمرك عشان ما نطولش شويه قصيره. ايش بيه الخمس؟ الخمس هو بيه الخمس، خمس المكاسب، خمس المكاسب تكلم. معلش انا بسال سؤال دلوقتي، واحد فقير دخل الحرب فاغتنم غنائم الحرب وهو فقير، صح كده؟ صح. هل هذا الفقير الذي اغتنم من الحرب يعطي الفقير؟ نعم لا. شيء نعم لا، هو بالحرب يعني يعطي من ماله الذي اغتنمه او الغنيمة التي اغتنمها في الحرب، لاحظ في الحرب، وانا قانون بقول لك الغنائم إن ما بوقعك تحرب. دلوقتي انا بقول لك بوقعك في فخ، فحاول ما كان تخلي نبينا. لا لا ما هذا هاي ما لها علاقه، فقير الحرب دخل، حتى معلش فقير دخل حارب مع النبي صلى الله عليه وسلم فاغتنم غنيمه، هل يخرج خمس الغنيمه ومن بين هذا الخمس للفقير اللي هو المسكين؟ نعم. مو الفقير يخرجها، مو الفقير يخرجها، هاي الخمس يرجعها القائد الجيش والبقيه إله. يا باشا الله يبارك في عمرك، لكن في الاخر بتاع الجيش اللي هو قائد الجيش هيوزع، ما له علاقه بعد، ما له علاقه بتاع الجيش، ما له علاقه بتاع الجيش، هو يطير يرجعها القائد الجيش. طب ماشي، كلامك اساسا يخالف الايه الكريمه، واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ذي القربى. هاي عامه مو فرديه، عامه مو فرديه، بس اسمعني عامه مو فرديه. خلينا نمشي معاك، خلينا نمشي معاك دلوقتي. انا 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 الوحيد، ما انا لازم اقيد المساله شويه عشان نحاول نحط المعمم في زاويه كده ما يفلفص منها، مع احترامي ليك، انا الفقير الوحيد اللي اغتنمت في الجيش، انا الوحيد اللي عرفت اخد غنيمه من العدو، تمام؟ ففلوسي هي الوحيده او الغنائم هي الوحيده اللي موجوده معايا، فانا عطيت الغنيمه دي للقائد، أليس من المفترض على القائد أن يعطي من الغنيمة دي الفقير؟ بني حلو، يبقى احنا كده خطينا أول درجة في الفخ. تاني حاجة، شيل ما نرجعها، لا شيل ما نرجعها يا أستاذ، لا شيل ما نرجعها، شيل ما نرجعها يا أستاذ، لو سمحت خليك معي للآخر. يبقى احنا الصورة بتاعت أن الفقير إذا دخل حربا واغتنم يعطي الفقير الذي مثله، بس كده غنيمة، لأنه اغتنم مال، اغتنم دبابة، اغتنم طيارة، بحها، عملها، سواها، خلاها يطلع منها الخمس، جميل، ده في غنائم الحرب. نسأل السؤال الثاني في غنيمة المكاسب، رجل فقير، رجل فقير اغتنم الراتب بتاعه، اغتنموا من الشركة زي ما تقولوا الراتب، الراتب اغتنم، الراتب معلش، الراتب اغتنم غني، الراتب من الشركة، هل الراتب ده عليه خمس؟
نعم، لا، للفقير الذي إذا حال، لا إذا حال، إذا حال معناته مو فقير. يا باشا، حال حال الحول، خلاص حال على إذا الحول، مو فقير، ما فيش إذا مشكلة. مو فقير هل إذا يعطي مو فقير الخمس ده يدي للفقير إذا مو لزيه؟ فقير إذا مو فقير، إذا حال عليه الحول مو فقير يا باشا. ازاي مش فقير يا خرج من باشا؟ الفقر. يا باشا انا راجل فقير، اسمعني بس، انا راجل فقير، تمام، انا راجل فقير وعندي الغساله بتاعتي والتلاجة بتاعتي والبيت بتاعي، وما زلت برضه غسالة. فقير. ما مش مو غسالة، ما مش مو لازم. يا باشا ازاي يا باشا؟ هو يعني هو الفقير ده لازم ما يقعد مش مو يشحت في الشارع، لازم يبقى نايم في لا الشارع؟ ذني ما مش مو ذني ذني مو ما داخلات ذني مو ما داخلات. ازاي مش داخلة؟ انا نفسي افهم ازاي. المعن الدار والبيت والعفاف خلاص، والعفاف المؤن والأثاث بتاعته مش داخلة. والعفش. انا ما بكلمكش عن المؤن، انا دلوقتي بقول لك انا فقير وعندي بيت، خلاص انت جبت غسالة. يا باشا اسمعني للاخر عشان تفهم. انا دلوقتي فقير وعندي بيت، بيتي صغير على قده، على قد فقري، وحال عليا السنة الخمسية، يعني عندي دلوقتي السنة الخمسية، والراتب بتاعي يا دوبك بيكفي مصاريف العيال. جيت في السنه الخمسيه الجديده اخدت إيه؟ الراتب، اخمس عليه ما ولا ما علي. اخمس عليه؟ جميع علماء لا ما قالوا لا خمس ما عليه. لا ما قالوا لا ما قالوا يا باشا ما قالوا هيش. هشغل لك الكاسيت بتاع تاني، هشغل لك التسجيل تاني للمعمم قال والفقير يؤخذ منه خمس. استاذ وليد هذا ينقل الصوره خطا. هم قال ما ملزم بي. خطأ. الله اكبر. لا ما ملزم، لا ما ملزم بي. باوع الفتوى. اكو رساله عمليه، اكو رساله عمليه للمراجع، اكو رساله عمليه للمراجع. تقدر رساله عمليه افتحها وشوفها للمراجع. سياده المعمم، كلمه لله بلا لف ودوران. والله بالله كلمه بس. لله رساله بس. عمليه موجوده، يا صفحها وشوفها. سياده المعمم، انا قلت لك كلمه بلا لف ودوران ولله، وهنتحاسب عليها انا وانت. قول نعم. كلمه كده، هل الفقير عليه خمس المكاسب؟ نعم. الا يخرج من فقره، اذا خرج من فقره يبقى ما احنا مش بنتكلم بقى على الفقير بقى، ما لو خرج من فقره خلاص. لكن انا بكلمك على الفقير، خلاص. على الفقير اللي مازال فقير، ايه؟ هل عليه خمس المكاسب؟ ايه؟ نعم لا. ما علي، لا ما علي. طيب انت المعممين بتوعك قالت له حتى الفقير عليه خمس. طلع لك رساله عمليه مال العلماء وشوفها، عندهم رساله عمليه المراجع هذول كيف قدام الناس، وشغلتها لك المره اللي فاتت. لا مو شغل على قالت من الناس. لا انا سامحهم ذولا، سامحهم. اشغلها لا. لك اشغلها شيخ لك وليد. والمعمم سام. بيقول سامع إن شيخ حتى وليد، شيخ وليد لا خمس. شيخ وليد هذا سامع المنصوري يا اخي، شيخ وليد سامع هذا المنصوري ما يمثل مرجع. المنصوري شيخ وليد الله يخليك. ماشي ما يمثل مرجع. ثواني بس، ثواني. طلع الرساله العمليه، عندهم رساله عمليه للمراجع، كل مراجع من الخوي وانت اللي قبله سيد محسن الحكيم وقبله اصفهاني ماكو شيء. اصل الخوف كمال حيدري شالها الخمس كله. كمال حيدري شالها الخوف بعد. كمال حيدري شال الخمس، ربنا يجزيه خير، يعني هو ما فيش خمس عشان يشيله. تمام. لو الخوف شاله كله من الاصل. استنى بس، استنى واحده واحده، انا بجيب لك حاجه حلوه بس. وسامحهم ذول المنصور وغيره، ايش سامحهم؟ صدق سامحهم. واحده واحده بس، واحده واحده بس والله، عشان انا كان في فيديو تاني عايز اجيبه. انا اقرا لك نص ايش يقول، انا مو عارف اسامحهم. استنى بس، لا لا لا، واحده واحده. هو يحكي عن رصيد، يقول اذا عنده رصيد. خمس على الفقير وغير الموظف كالطالب والمراه غير الموظفه. الان فقير مو موظف، طالب، امراه غير موظفه، واجب عليهم الخمس؟ واجب عليهم يلزمون راس سنه؟ لو لا مو واجب عليهم. الجواب، الخمس واجب على كل الناس بلا فرق بين الغني والفقير. واجب عليهم الخمس
واجب عليهم يلزمون راس سنة لو لا؟ مو واجب عليهم. الجواب: الخمس واجب على كل الناس بلا فرق بين الغني والفقير والرجل والمرأة والعامل وغير العامل. فمتى ما ملك الشخص مالا وربح ربحا جديدا ومضت عليه سنته الخمسية دون أن يصرفه في مؤونته وجب عليه إخراج خمسه. شكرا سيادة المعلم، ربنا يبارك فيك، نتقابل إن شاء الله يوم القيامة. والله ربنا يحاسبهم، والله لو ما تابوش ربنا يحاسبهم، والله لو ما تابوا ربنا يحاسبهم.